شيخنا حفظكم الله، رجحتم بأن لكل بلد رؤيته، فكيف نصنع بيوم عرفة لو وافق عندنا في بلدنا يوم الثاني؟ إذا بالنسبة لعرفة، فعرفة في بلد واحد، ليست في بلدان. ليست في بلدان، فالعبرة بالمملكة، العبرة ببلاد السعودية بالنسبة لعرفة. بالنسبة لعرفة، فبالنسبة للبلدان الأخرى، إذا وافق عرفة يوم العيد عندهم فلا يجوز لهم أن يصومون، ويصومون يوم الثامن، يعني باعتبار أنه الممكن، باعتبار أنه الممكن. أما إذا كان يعني يوم عرفة عندنا هو يوم الثامن عندهم، فإنهم يصومون يعني الثامن، يصومون الثامن معنا، لأنه هو يوم عرفة، هو يوم عرفة، ما يصومون التاسع.